تورد اي مي اورنت انا جوز الست يا بوالي والي 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 يا بعيني عيني يا يا أنسة غدير، معاملاتك كله خلصت لك ياهن، وإذا مالك متأكدة شوفي بنفسك. لك الله لا يعطيك العافية. عفواً؟ لك شو هالتخبيص اللي مخبصتيه؟ حبيبتي أنا هيك بشتغل، وإذا مو عاجبك شغلي لا بقى تعطيني معاملات مرة ثانية. ما حذرتي. شو قصدك؟ بعدين بتعرفي. وين راحت؟ هزيت اللي بدنا. ان شاء الله وين ما راحت تروح تنباع بالعزا. طيب شكرا. يا الله وين بدي الاقي؟ لانه بمكتبه ولانه بالمعمل. شو اعمل؟ شو صار بالاستاذ شاكر؟ ما عم لاقيه مدام. خلي دوري عليه لحتى تلاقيه. حاضر. شوف الذاتيه. نشف لي ريقي هالمفتش، الله ينشف دمه. وهي قاعدة لا رايح على المعمل ولا على محل، وخليها تظل البحر. لو اوصل لي شي ربع ساعة على المعمل قبل ما يقحطوني ويحطوني بالمالكية. جايبت لك خبر يا استاذ شاكر. بس شو خبر؟ تازة هلا طالع من الفرن. خبر شو؟ اخبار عن ناس بهموك كتير كتير. المديرة العامة احطولها؟ لا يعني بس. بس شو؟ جوز الاستاذ هادي مزعوج منها بده يطلقها. اي حد جهنم هي وياه. اصلا لو هو رجال عن حقه حقيقي كان قعد مرته بالبيت وما خلاها تأمر وتتأمر فيه. يعني معك حق بس يعني لك حاجة بس امسي ورجعي على مكتبك. يلا لحظة استاذ، انت من شو مزعوج؟ شو اللي مضايقك؟ من كون؟ مين نحن؟ نسوان اخر زمن. يلا خلص رايح. يلا نلعب. لا رايح لا تهور. الو استاذ شاكر، المدير العام بدك هلا هلا فورا. ما تقلي شو بدها ولا تقلي انك كنت عندها من شوي. دغري بسرعه بدك تكون هون. ايه شو مالها اليوم؟ شغلي غيري. ايه ما راح روح. ولي خليني روح قبل ما صفي بالمالكيه. خل خير يا مدام. شوفي كل شوي تعي يا شاكر، روح يا شاكر. تفضل ارتاح استاذ. ولا على الواقف اريح لك؟ لا على الواقف اريح. بعرف اذا سالتي عني وقالوا لك اني ما رحت على المعمل فانا كنت هلا رايح، بس سكرتيرتك اتصلت وقالت انك عاوزتيني. خير هلا طلعت من عندي. شو اللي مو ظابط معك؟ شغلات كتيرة يا استاذ ما عم تزبط معي، ما عم بعرف زبطها، ومضطرة اني كل شوي ابعت وراك واستشيرك يا سيادة نائب المديرة العامة. تفضلي استشيريني. قلي استاذ، هو نائب المدير العام كم سكرتيرة لازم يكون عنده؟ اذا ما فهمت السؤال بعد لك اياه. انا عندي سكرتيرة واحدة بس ما بتداوم. يا ترى ليش ما بتداوم؟ المدير العام كان عافيها من الدوام. ليش؟ اسألي إله. طيب انت شو عم تسجلها؟ حضور ولا غياب؟ المدير العام السابق كان طالب سجلها حضور. ومن وقت ما استلمت المديرة العامة الحالية يا ترى شو عم تسجلها؟ طبعا غياب. بس انا ما اجاني كتاب منك بهذا الشيء. الكتاب موجود عندي، ببعث لك اياه. بفهم من كلامك انك رايد تشوف سكرتيرتك عم تداوم عندك مره ثانيه؟ طبعا. اطمن، قريبا جدا رح تتصبح بوشها. يا ريت. شو؟ الظاهر انها حلوه لحتى عم تتمنى تشوفها كل يوم. قل لي استاذ، هلا انت
بتفضل يكون عندك سكرتير ولا سكرتيرة؟ سكرتير طبعاً. يعني ما عندك مانع إذا نقلت لمحل تاني؟ يا ريت. أوف، كل هالقد بتكره تشوف الجنس اللطيف في المديرية؟ قد ما تقولي بكرهن قولي أكتر، النسوان خلقوا للبيت والمطبخ وبس. معك حق، والرجال ما خلقوا إلا ليكونوا مدراء عامين وبس. على كل أنا رح أخلصك من شوفة سكرتيرتك، يا ريت تتصل فيها وتخليها تجي لعندي بأسرع وقت ممكن. على عيني. بإمكانك تروح على المعمل. أكيد في إنا بالموضوع، لو كان هو اللي عافيها ما كان فسد عليها، كان قال لي إنها عم بتداوم وبعدين تدارك الموضوع، بس لا، هو أكيد حس إنه أنا دريد فقال لحاله لسبق عليها وأحكي الحقيقة وأخلي مسؤوليتي. على كل مو مشكلة، بكرة بدوب التلج وبيبان المرج. إجت والله جابها، دبور وزن على خراب عشو. خليها تعلق مع وفاء وأبوها، بركة بيجيبوا هالمرة آخرتها. ألو، مرحبا مدام وفاء، شلونك؟ شلون السيد الوالد؟ يا ريت مر اللي عندي على المكتب بكرة. لا والله ما في شيء، مشتاقين لك. ما بيطلع لنا نشوفك مرة واحدة بالشهر؟ عاوزك سلميلي على السيد الوالد. الله معك، مع السلامة. لنشوف شو رح بصير مع هالسيدة ماجدة نظمي خانم. اي والله ما عاد محزة، روح على المعمل رح بيخلص الدوام. لا والله الأحسن روح، أحسن ما يزعل السيد الوزير ويزد بالمالكية. ما شاء الله شو ذكية، خزل عين. مفكرة حالها إذا خربطت بالشغل رح نريحها ونعفيها. يعني حضرة المديرة شو بتقترحي ساوي معها؟ أول شي تقترحي عقوبة تأديبية بحق، وتاني شي بدي اياك تكلفيها بشغل وخليها تسترجي تعيد هالحادثه مره تانيه. حصل حضرة المديره، اوامرك كلها متابعه. فيني روح انا؟ تفضلي. وين ديما؟ ديما راحت على الديوان. شاي شو؟ بدي اخذت لهم بريد. من امتى؟ شي دقيقه. حدا سال عني؟ ايه في حدا سال عني. رجال ولا ست؟ رجال. رجال؟ مين؟ مستخدم أبو سعيد. لك تضربي منك إلى. يلا اشتغلوا. أخبار 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 أخبار، جايبت لكم آخر خبر. خبر شو؟ السيد الوزير زعلان من المديرة العامة وبده يقترح عزلة. ليش؟ لأنه مبارح رفضت تشيل المستودعات. دخيلك على هالخبر ما أحلاه. لك الله كبير. أنسة ديما، يا ريت تبطلي تطلعي هالإشاعات على حضرة المديرة العامة، لأنه هالإشاعات عم بتسبب لنا مشاكل. أنا ما عم طلع إشاعات على حدا، ما جبت هذا الخبر من عندي، هيك سمعت وهيك عم خبركم. من مين سمعتي؟ من مصادر موثوقة. أنسة ديما، إن شاء الله بدعي لربي إنه المديرة العامة تسمع بهالإشاعات اللي عم بتطلعيها عليها لحتى تعاقبك وترجعك على المعمل ونخلص منك. ليش كل هالحقد؟ ليش بدك تخلصي مني؟ لأنه لسانك طويل وصار بده قص. السيدة المديرة العامة، نظراً لإهمال الآنسة عتاب لأعمالها التي أقوم بتكليفها بها شخصياً، أرجو من حضرتك إنزال عقوبة الإنذار بحقها. إن شاء الله يكون الخبر صحيح. هلا كل الأد متضايق من كون مرتك مديرة عامة وحضرتك موظف صغير عندها. لا مالي متضايق. لكن ليش بدك الوزير يعزلها من منصبها؟
مشان ترتاح من موظفين غلاظ عندها مثل حكايتك. غسان التهم البقنوسات تبعتك هلا وخلي هادي يعرف يشتغل. ما دخلك انت فيني بنوب نوب، انا اخذ اجازه بس جاي انقي البقنوسات واتسلى هون. انت شو رايك؟ بشو؟ بشو؟ انه تضل المديره العامه ست ولا يجينا واحد ذكر احسن؟ لا انا برايي اذا ضلت ست ماجده بيكون افضل. وشو جايك منا انت دخلك؟ ولا اذا مفكر هادي جوز الست المديره العامه رفيقنا بيحسن يفيدنا بتكون غلطان. من اول يوم حلقت له حطته ضمن الامم وسكرت عليه. غسان خراس وضب لسانك احسن ما هر اسنانك. ها وليش انزعجت انت؟ ولا اللي فيه مسلب تنغزه؟ امجاد يرضى عليك سكته مشان ما انبلى فيها. غسان بكفي سكتنا. ابو الهد الله يخلي لنا اياك، بدل له اجازته ساعيه واعطيه اجازه لنهايه الدوام. احسن ما يجي الاستاذ شاكر ويشوفه عم ينقي بقدونس هون وبعدين ينقرنا عقوبه. معك حق، منظر الرجال اللي زقرته وعم ينقي بقدونس ويسم البدن. شرف غسان بيك، هي مهمة لآخر الدوام، روح على البيت نقي البقدوسات على كيفك، روح. نقي. مدام عم بيقولوا. شو عم بيقولوا؟ لا ما في شيء. احكي سماح شوفي، شو عم بيقولوا ومين عم بيقول؟ عم بيقولوا إنه السيد الوزير. شو بو السيد الوزير؟ إنه زعلان منك وبده يقترح عزلك. وما عم بيقولوا شو السبب؟ بلا عم بيقولوا لأنك رفضتي تدشين المستودعات. إيه ماله حق يزعل؟ أنا ساويت الشيء اللي مقتنعة فيه، وبالنسبة للكرسي اللي قاعدة عليه ماني متمسكة فيه أبداً، لأنه أنا اللي بشرف الكرسي مو الكرسي اللي بيشرفني. مدام أنا كنت واثقة أنه الحكي مجرد إشاعة ما لا أصل. ومين اللي عم يروج الإشاعة؟ ما بعرف. أنت مين اللي خبرك؟ رويتر ديما. طيب صار لازم نقصلها لسانة شوي، ما هيك؟ بكرة الصبح فطميني فيها. حاضر. أعطيني ناوليني هاتي. شو هاد؟ إن شاء الله ما على قلبك شر يا أبو رامز. ما تشوف شر. كنا بدنا نجي نشق عليكم بس خفنا تنزعجوا أكتر مو مزعوجين يعني. لا تقبريني، خزيت العين حولكم، والله ما بينقصكم شيء من الواجب أبدا. يا ترى أول مرة هيك بصير معه هي حالة القلب؟ لا لا بحياته ما صارت معه. معناتها زعل، هذا زعل، يمكن زعلان على سفرة رامز أو ها زعلان من ماجدة. لا ماجدة؟ تقبر قلبي بحياتها ما زعلت أبوها بكلمة. قبل كانت مرضية بس هلا بعد ما صارت مديرة عامة صارت تشوف حالها علينا كتير. ماجد عمرها ما شافت حالها على حدا حتى تشوف حالها على أهلها. مسكينة، أنت ما بتعرفي هلا شو عم تساوي معنا ومع جوزة. خلصنا بدي أحكي. خير أم هادي، شو عم تعمل ماجدة؟ أنا رح أحكي بقى بصراحة يعني. طولي بالك يا حياة. أخي أبو رامز تأكد تمام، ماجدة ما في منها، يخزي العين عنا شو مرباية، بحياتها ما غلطت لا بحقنا ولا بحق جوزة. صرع راسي من صوت الآلام. تضرب هي ومعملها، إذا كان قلبها على الإنتاج تروح هي على المعمل تصرع راسها. من هلأ لنهاية الدوام ما رح رد على حدا. أدخل. وين كنت يا أستاذ شاكر؟ اتصلت فيك مرتين وما لقيتك. كنت بجولة تفقدية هون بالمديرية. خير شو في؟ ما في شيء، بس كنت بدي اسألك شو سألك لمفتش. استاذ موفق، إذا عم بتلمح لشي فأنا بحب طمنك مالي متورط بشي. أنا ما بنكر إني استفدت بس كله بشكل قانوني. بعدين كمان أنت استفدت لما بتنكر بشكل قانوني. شو أستاذ شاكر؟ قدريتك إنه صرت تفوت لعند السيدة المديرة العامة صحيح الحكي؟ بعتت وراي تستشيرني بكام شغلة فرحت لعندها. ايه وشو انطباعك عنها؟ مرأة مثل كل هالنسوان. يعني قصدي شلون لقيت لي شخصيتها؟ ايه تضرب هي وشخصيتها. يعني قلتك بتلاقي لنا حل مشاكلنا؟ ايه بجوز وهي عم تفتح الغسالة تلاقي وصفة سحرية تقلب خسارتنا لربح. على كل حال هي ما لم طولة. شو قصدك؟ ليش ما دريت؟ بشو؟ سمعت انه السيد الوزير زعلان منها من شان التدشين. إيه لازم يزعل منها، لكان هي عامله بتعملها وحده فيها عقل
أنا مستغرب كيف السيد الوزير لهلا ما اتخذ إجراء ضدها. إيه لا تستعجل عرزك، إذا هو تغاضى عن الموضوع فغيره ما رح يتغاضى، لأنه اللي عاملته كبير كتير والمهتمين كتار. إيه خرج الله لا يقيمه. بس بدي أعرف مين اللي خبر السيد الوزير؟ البركة الفسادين كتار والإقلام اللي بتكتب شغالة. أستاذ موفق بإمكانك ترجع لمكتبك. إيه حاضر. يا ريت يطلع الخبر صحيح. ألو أبو طاهر، أنا شاكر. مرحبا، في شي أخبار جديدة عندك من الوزارة؟ قلت له للسيد الوزير بشؤون التدشين؟ إيه شو كان رد فعله؟ يعني ما في ريحة يصرفها؟ على كل إن إذا صار شي جديد خبرني. الله معك أبو طاهر. لك أنا فهمين، هلا أنت رحتي عن المستشفى لحتى تشقي عليهم ولا لحتى تزيدي هم ونهم؟ لك ليش شو حكيت أنا؟ يا حرام ما حكيت شي، بس طالعتي لهم بنتهم عاها وما أنا مربية. ليش غلطت أنا؟ ما غلطت. لا ستي غلطتي، حتى لو كان صحيح هذا الحكي ما بيصير تحكي على البنت هيك حكي بنوم. بعدين هي البنت يلي نازل انت نتف بريشة، لا تنسي انه كنتك ومرته لابنك، يعني عم تحكي عليها انت بالعاطي، ما لازم تحكي حتى اذا غيرك حكى بالعاطي، انت لازم تسدي له حلقه. هذا اذا كانت كنة مثل العالم والناس وبتسمع كلمة جوزة وبتحترم بيت حماها. لك يا روحي عنا يا ماجدة، ما في منها وبعمرها ما غلطت معنا، يعني لانه ما ردت وتوظف لك من تختك صارت البنت كخة. لك أبوها يلي هو أبوها طلب منها هذا الطلب وخجلته، لك نحن أحسن من أبوها. أكتر خيرنا اللي عطيناها اسمنا. لك روحي يا حاجة بهورة. لك أنا عم بتبهور أنا؟ إيه ستي عم تتبهوري. إيه روح روح، شلاح تيابك والبس بيجامتك الزرقاء ها مو البيضة. إيه رايح. أنا فرجيك يا بنت نظمي، إذا ما خليتك مثل الخاتم بإصبعتي ما بكون أنا حياة يا حياة. قالت لي حياتي يا حياتي. ماذا شو بتقول لي؟ حياتي يا حماتي. إيه شو بتعرف تصف حكي؟ أكيد أبوك بيكون عرف كل شيء. أكيد معناتها أكلتيها. الله يستر. احكي لي وين وصلتي مع هاني؟ بلش يكتب لي شعر. برافو. وانت شو أخبارك مع طارق؟ عم تسلى ونقطع وقت. ما بيغازلك؟ بيغازلني، بس ما بكتب لي شعر. شو بيقول لك؟ شغلات وشغلات. يا جراسي بدي اسألك سؤال محيرني وكابس على قلبي وصمامه وما عم الاقي له جواب. لأنه الجواب عندي، بس هات السؤال بالأول. ممكن أعرف ليش المديرة العامة ما بتفرج له الأستاذ هادي سيارة خاصة بتضل تحت تصرفه ليلا نهارا فقط؟ الأستاذ هادي ما بيعرف يسوق. ما بيعرف يسوق؟ إيه مو مشكلة. تفرج له سيارة مع سائق جهبز مثل حكايتك. كل المدراء العامين اللي مروا على راسي بهالشركة هيك كان يعملوا، صفوح بيك وعدنان بيك كله كان يعمل هيك. لك يا أبو عبدو هدنت مدراء عامون، بينما الست ماجدة مديرة عامة، ودائما سلامة معروفيتك يعني الرجال أحن من النسوان، لأنه رجال روح قلبهم يدللوا النسوان، أما النسوان بالعكس. معك حق يا ماهر، معك حق. شبنا أبو عبدو شايف الصمام قلبك كأنه عم يضغط ضغط، طول بالك كأنه أبو عبدو ما عم تحن عليك. في هيك شيء خليها لربك، خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. روح على المستشفى. روح على البيت. وين بتحبي نروح هلا مدام؟ انا قلت لك روح على البيت يعني بتروح على البيت، فهمت؟ عفوا استاذ هادري، انا سائق سيده المديره وباخذ تعليماتي منها وبس. وانا جوز قصدي السيده المديره بتكون زوجتي وكلمتي بتمشي عليها هون وبالبيت وبالسياره وبالمديريه، فهمت؟ خلص ماهر روح على البيت. حاضر.
انت شلون بتحكي مع الشوفير بهالطريقه وقدامي؟ ليش شو حكي؟ انت مالك علاقه فيه لحتى تقول له روح من هون او تعال من هون. شو يا خانم؟ ان شاء الله مفكره حالك اذا صرتي مديره عامه صارت كلمتك المسموعه وانا كلمتي ما لها قيمه. هادي اذا بتريد لا تخلط الاشياء ببعضها. انا بالشغل مديره عامه والشور شوري والكل بياخذ اوامره مني انا مو منك انت. هون انا باخذ اوامري منك انت. يا هادي يا هادي انا كثير انزعجت لما الشوفير رد عليك وجاوبك وقلل من قيمتك قدامي. وطالما سيادتك انزعجتي ليش ما بهدلتيه وفهمتيه انه ينفذ اوامر السيد هادي؟ ما بقدر بهدله لانه هو ما غلط، لانه هو بيعرف انه بياخذ اوامره مني انا. شو يعني انا ما عاد لي كلمه نهائيا؟ يا هادي يا حبيبي لتاني مره بقول لك لا بقى تخلط شيء بشيء. بتمنى هالحادثه ما عاد تتكرر. كتير خايفة يا خانم على مشاعر السائل. أنا خايفة على مشاعري ومشاعرك قدام بعض. كتير يعني بتنبسط إذا زغرتني قدام الشوفير. لك أنت ملتي، كنتي ملتي ولساتك ملتي، وبدك تضلي تحت أمري. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لك يا هادي أنت شو صاير لك؟ قلي شو صاير لك؟ بحياتك ما حكيت معي بهالطريقة، لا قبل ما صير مديرة عامة ولا بعد ما صرت مديرة الزفت. أنا لساتني مثل ما أنا، بس أنت تفرجي على حالك. شوفي يا خانم كيف المنصب غيرك ونزعلك أخلاقك. أنا يا هادي الحكي لإلي؟ أنا فسدني وغير أخلاقي المنصب؟ مو مشكلة يا هادي معلش. طب فيك تقلي ليش ما قدرت أنت أو ليش ما خليتنا نمر لعند بابا شوي لحتى نشق عليه؟ لأنه عنا شيء أهم من أبوكي. شو لعنا شيء أهم من أبي؟ شو هو شيء أهم من بابا هلا قلي؟ بنتنا يا أخي بنتك بسمة. شبا؟ سألي حالك شبا. بسمة قومي ولي احكي لشوف ليش مقصرة بدروسك؟ عم بسألك جاوبيني. ما عم بفهم على المعلمات. وليش غيرك عم بفهم على المعلمات؟ ما ضلي اخذ عقلك. هات قصص الحب والغرام والمجلات والسي دي والاغاني ما والرقص والفقش. من اليوم ورايح ما في طلعة من البيت ولا في ثياب جديدة ولا في خرجية لحتى المدير يبعت ورانا من جديد ويقول انك تحسنتي وعم تجيبي علامات عالية. عم تفهمي؟ هذا هو الحل برأيي؟ ما عجبك حلي لاقي غيره. بس ما يا خانم بدها حدا يتابع أمورها ويتأكد من دروسها ويساعدها إذا كانت ما لها فهمانته. إذا أنت هيك شايف حط لها أساتذة خصوصي. ليش حضرتك من شو بتشكي؟ معك ما شاء الله ليسانس وبتقدري تدرسي المنهاج كله. أنا ماني فاضية. فضيلك شوي يا أم. أنت فاضي درسها. شو عم تمسخري علي؟ يعني بدك تفهميني انه حضرتك معك اجازة وانا معي بكالوريا ما رح افهم عليها وعلى منهاجها جديد؟ عم تعيريني؟ انا ما قلت هيك. لا تحور كلامي اذا بتريد. لكان شو قصدك انه درسها انا؟ انزعجت من كلامي. واذا ضلت مزعوجة ما رح تروح اليوم لعند امي وتعتذر منها، واذا ما راحت رح توقع المشكلة كلها فوق راسي. احسن شي روح لعندها وساعدها، بلكي بتلطف الجو شوي. يلا شو عم تساوي؟ جز مز. مبارح ما لحقت اعمل شيء، مندبر حالنا فيها. خليني ساعدك تقطيع البندورة. شو عدا ما بدا؟ ما انت الرجال وانا المرة وشغلتي اطبخ وقدم لك. لا انا قصدي اذا ساعدتك يعني منستعجل شوي لاني جوعان بدي اكل انا. موبايلك. شغلتي هي انا. شفت شو قرحة هالماجدة؟ شفت وين حطيت أبوها؟ بيقني مستشفى؟ شو قصدي؟ الله لا يحيجك للفهم، تعرف شو قصدي؟ يعني كان بدك إياها تحط أبوها بالشارع ما هي؟ لك أنا قلت بالشارع أنا؟ ذكرت هالكلمة؟ أنا قصدي أقول إنه مستشفيات الدولة من شو بتشكي؟ لك هلا نحن شو دخلنا تصطفل منها لأبوها؟ لك يا مقوص شو دخلنا؟ هدول مصاري ابني، تعب ابني وشقاه. تعب ابني؟ إيه تعب ابني. وابنك شو دخله بالموضوع؟ ليش مين مفكر حضرتك رح يدفع فاتورة المستشفى الخصوصي أبو رامز؟ ستي بدبروا حاله. علم على كلامي، ما حدا حيدفع فاتورة المستشفى إلا ماجدة نظمي. لك شو فيها؟
بنته عم تساعد أهلها، ما فيها شيء. تروح تساعد جوزها، شفت شو دخل هادي بالموضوع؟ انت خليكي برات موضوع، وابنك ومرته بيتفاهموا بيحلوا مشاكلهم لحالهم. يعني بدك ياني شوف ماجد عم تبذر بهالمصاري وضل ساكتي؟ اذا ضليتي ساكتي احسن. هيك رأيك؟ ايه هذا رأيي. احتفظ فيني لنفسك. ها يخرب بيتك، شو بتخربتي حياتي وحياة العالم والشدة؟ كتير منيح هالحكي، بس قلي شو ساويته؟ ايه خبرته مدير المعمار؟ ايه طيب شو قال لك؟ ما مشي الحال. استغفر الله العلي العظيم. ايه طيب ماشي. وبعدين مع ساعة الموبايل على اساس ساعدها بتقطيع البندورة، حالي مبني بالطبخة كلها. فهمنا بتكون غايبة، بجوز دبر حالي بس توصل معي اطبخ وهي هون. يا عيني ما بقى غير حط لها الاكل وبريق المي والصفرة والبس المريول و... اي لا ما عجبتني القصة. ايه ماشي طيب انتو نفذوا يلي قالكن عليه، واذا ما مشي الحال خبروني. ماشي يعطيك العافية. في آلتين بالمعمل ما عم يشتغلوا وخبروني مشانهم. هلا كل هالقرع على الموبايل مشان الآلتين؟ لكن مشان شو حبيبي؟ طبعا مشان الآلتين. فوتي كملي الطبخة. اي حاضر على عيني، وانت كمان روح غير ثيابك ولبس بجامتك يلا. شو هاد؟ طنجرة باردة؟ معقول الجرة فضيت؟ ها ولا مليانة؟ غريب، كان ليش الغاز مطفي؟ على كل نكتر خيره قطع عني البصلات والبندورات ورد الطبخة عنا كثير منيح. ما قلت لكم معه معه بيتحول ولو طول. الله لا يعطيني عافية، ليش طفيت الغاز؟ أنا نزعت كل شيء اشتغلته. تقوم تزعل ماجدة وما ترضى تروح معي لعند أمي. قولي حياة، هلأ بس تجي ماجدة لا تضرب بوز بوشها وتبلشي تحكي شروي غروي، بتقلك أنا آسفة إلي لحصل خير. أنت لا تتدخل بيني وبين كنتي، طلع منا بطعمك. لك أنا مالي خايف لا عليك ولا عليها، أنا خايف على هادي. لك هي رضيت على هادي، شو بدك أكتر من هي؟ بدك ترضي كمان على مرته، ما بدك تضلي نقار انت وياها، لانه هادي ما حيرتاح، لا لو قدران يجي معك ولا لو قدران يجي معها ولا لو قدران يجي معكم انتو التنتين اذا اختلفتوا. يبليك بلعي. ما بدك نادي لبس ما تاكل؟ لا تركها معاقبه بعدين بتاكل. شو مشاريعك اليوم؟ بدي مرشي نص ساعه على المستشفى اطمن على بابا. كثير منيح، بروح انا وياك نطمن على ابوكي بعدين بمر لعند اهلي. شو بدنا نروح نساوي عند اهلك؟ شلون شو بدنا نروح نعمل حبيبتي؟ متفقنا مبارح انك تمري لعندها والطيبة خاطرها بكلمتين. مزبوط حبيبي مزبوط. انا وعدتك اني اعتذر من امك وبوس ايدها كمان، وانا لساتني عند وعدي. تكرم عينك وعين امك غيره. انا حبيبتي ما بدي اياك تبوسي ايدها، كل اللي بدي اياه تحكيها كلمتين حلوين وتنهي المشكله ان شاء الله. ماجدة بدي اطلب منك طلب. انت بتأمر حبيبي مو بتطلب. تسلم يا رب. الله يرضى عليكي بخصوص امي، بتعرفي هي بتدقر شوي، بجوز ما ترضى معك من اول كلمتين، ما بتخسري شيء اذا حكيتيها كمان كلمتين ثانيين. على عيني. رح احاكيها 10 كلمات، واذا ما رضيت رح احاكيها 10 ثانيين، واذا ما رضيت رح احاكيها 10 ثالثين، واذا ما رضيت رح احاكيها 10 رابعين. لا 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 ان شاء الله ما بنوصل ل 10 50، اكيد بترضى ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا حبيبتي. اهلا. شو بدي اقول؟ قول حبيبي قول. هي أمي أكيد رح ترضى، بس يعني بجوز تفش خلقها بشي كلمتين قاسين بصراحة، يعني ممكن ما يكونوا كلمتين، بجوز يصيروا موشح قاسي، وأنا اللي بدي إياه منك إنك تتحملي، يعني ما ترتي عليها، تحملي كرمالي. بس لا تكمل حبيبي، فهمت عليك شو بدك تقول. هاي أمك وأنت ما بتقدر تزعلها حتى ولو كانت على غلط، وأنا كمان بهمني إنه أمك تكون رضيانة عليك، وإن شاء الله ما رح تشوف مني غير اللي بيرضيك وبيرضي أمك. لك تسلمي لي شو رايقة. ايه بس حبيبي انا اخدي على خاطري منك شوي.
لا ليش؟ يعني صاير كتير عم تتحسس من كوني صرت مديرة عامة وعم توقف لي على الدائرة وما في بتمك غير أنا الرجل وأنا الآمر الناهي وأنا وأنا وأنا. بصراحة أنا عم بتضايق من الحكي كتير، مو لأني ضده، لا لأني عم حس إنه عم يطلع من جواتك وأنت متضايق وخايفة لهالإحساس هاد يوتر العلاقة بيناتنا ويصير فيها سوء تفاهم وتنتزع عيشتنا. لا لا إن شاء الله ما راح تنتزع. إن شاء الله. يا لطيف ماسكا، شافتني عم ترجعها مشان موضوع أمي، قامت راحت لي لموضوع شغلة وأخذت مني تعهد أني ما أفتح تمي فيه أبدا. يعني بتعرف إمتى تبرق باص وإمتى تشوط، شاطت بكعب رجلة وسلختني قول. إن شاء الله فيها العافية والشفاء يا حق. خير أبو رامز؟ بشو عم تفكر؟ عم فكر بمجدة. تأخرت مو؟ إلقى طمن بالك، هلأ بتكون جاي على الطريق. تتأخر مو مشكلة. لكان وين المشكلة؟ عم فكر بحكي أم هادي عنها، خايف تكون غلطانة مع بيت حماها بشي كلمة. لا حبيبي أنا بنتي ما بتغلط، بس هي حماتها ما بيعجبها العجب ولا صيام برجب. إيه الله يعين بنتي عليها، منيح اللي بتحملتها، مالك شايفة طول ما قاعدة بتنزل لي حاجة بترفع لي حاجة. انت هلأ عم تحكي من فضا، بس بكرة بس تجوزي رامز ويصير لك كنة بجوز تعملي معها أكتر ما عم تعمل أم هادي مع بنتك. لك الله يطعمني، جوز رامز واحضر عرسه. اي والله لحطه هو ومرته على راسي وقول أول فواكه الشام يا عوجة، وما خلي حدا يزعجهم بكلمة. كل الحموات بيحكوا هيك قبل ما يجوز ولادهم، بس يطلع الولد برات البيت بتنقلب أمه لحماية وبتبلش تنتف فيه هو ومرته. وانتي ما راح تكوني نيقة على الخليقة. لا حبيبي، مو كل أصابيع تفر شكل. أنا بعرف حموات بيحبوا كناينهم أكتر من بناتهم، وبيحكوا على بناتهم لكناينهم وبيمدحوا كناينهم قدام بناتهم. بجوز يلتقى كم حماية من هدول اللي عم تحكي عنهم، بس هدول بنعدوا على الأصابع. قال حطوا الحماية وبليس بكيس، قام طلع بليس عم بيستغيث. يا خزيت العين شو شاطر بالأمثال. معناتها أنا وياك متفقين إنه إذا صار شيء بين ماجدة وبيت حماها بيكون الحق على حماتها مو الحق عليها. أنا ما بيهمني الحق على مين، أنا بيهمني يضلوا أصحاب وحبايب. مرحبا. أهلين سيادة المديرة العامة. عفوا أنا اللي عم لك مرحبا مو سيادة المديرة العامة. تفضلي تفضلي نضيفك فنجان قهوة. لك شبك أنا اللي عم بحكي معي. شو بدك؟ كيفو عمي؟ طمني مدام، الوالد كتير منيح والدكتور طالعه من العناية المشددة وحطه بغرفة لوحده، وأنا نقيت له أحسن غرفة بالمستشفى كلها. شكرا لك، كلك ذوق. لا حول ولا قوة إلا بالله. طيب بأنو غرفة الوالد هلا؟ بالغرفة رقم 100 بآخر الكريدور على إيدك اليمين. شكرا. شو هادي؟ ما بدك تروح تشق على عمك؟ بلا، بس لا تروح المزاولة تبعي منها، تزاولت منها لأنه. تفضل حبيبي تفضل. تفضل. يو، شو بو هذا؟ ليه هيك تزاول مني؟ شو بابا؟ طالعوك من العناية المشددة لهون؟ الحمد لله، الدكتور قال إنه زال الخطر. إيه الحمد لله رب العالمين. كيفك ماما؟ مشتاقة لك تقبريني. حبيبة قلبي. يلا عمي شد لنا حيلك بلكي منطالعك على البيت إن شاء الله. إن شاء الله. الحمد لله على سلامته ومثل عمي. إنك الله يسلمك ويخلينا ياك يا حق. هادي عاوزتك بشغلة ضرورية، قوم معي شوي. إيه على عين. إجي معكم؟ لا لا لا، أنت خليكي، أنا مشتاق لك بدي أشوفك. خير بابا؟ في شي بدك تقلي إياه وما بدك هادي وماما يسمعوا؟ إيه يا بنتي. تفضل. قولي لي بالأول، أنت متزعلة مع بيت حماكي شي؟ لا. الله يرضى عليكي، لا تهربي من الجواب، حاكيني بصراحة، في شي بينك وبين بيت حماكي؟ ما في شي بابا، يعني أنت مين قالك إنه في شي بيني وبينه لا سمح الله ما منيح؟ أبو هادي إجا لهون عم يشق علي هو ومرته، وقالوا إنك عم شو؟ يعني هي حاسة إنك بعد ما صرتي مديرة عامة صرتي تشوفي حالك عليهم شوي. أنا قلت حاسة، مو ضروري يكون إحساسها مزبوط. شوفي يا بنتي، أنا قلت لك ياها مرة وبرجع بقول لك ياها مرة تانية، جوزك تاج راسك وبيت حماكي مثل بيت أهلك، مثل ما بتحترمينا بدك تحترميهم. أنت طبعا بحق لك تشوفي حالك بمركزك اللي حصلتي عليه،
بس مو على بيت حماتي وبيت أهلك. عم تفهميني يا بنتي؟ عم بفهمك بابا، عم بفهمك. وعديني يا بنتي إنك رح تضلي كويسة مع جوزك ومع بيت حماكي. بوعدك. الله يرضى عليك ويوفقك. شو كتبت لي مبارح؟ لتكون ما كتبت شي. ترى بزعل منك ها؟ يعني أنا ما كتبت لك، بس ممكن يطلع معي شي هلأ. هات لشوف، سمعني. أغار عليك، أغار عليك من لفحات النسيم، أغار عليك من نيران الجحيم، أغار عليك من الطفل الفطيم، أغار عليك من دقات قلبي السقيم. أيوة أنا بغار عليك من الشيطان الرجيم. شو قال لك أبوكي لما طالعنا أنا وأمك من الغرفة؟ ما قال شي. شلون يعني ما قال شي؟ سألني كم سؤال وجاوبته عليه. ها شو الأسئلة؟ مصرت عليه؟ إذا ما عندك مانع. أنا ما عندي مانع، بس ما كنت حابة إزعجك بالشي اللي مصرت أعرفه. خير شو صاير؟ أمك وأبوك راحوا زاروا بابا اليوم بالمستشفى. وشو في شي بيزعج بهالحكي؟ أبي وأمي عملوا واجبه. لا تستعجل، اسمع الخبر الأخير بعدين احكم. شغلتي لي بالي، احكي. أمك قايلة لماما وبابا إنه أنا بعد ما صرت مديرة عامة صايرة عم شوف حالي عليهم، وبابا مزعوج كثير من هالكلمة وخايف لأكون متخانقة مع بيت حماي. أمي حكت هيك لأنها متضايقة منك، هلا بس نروح لعندها كلمتين بترضى وبينحل الموضوع إن شاء الله. إن شاء الله. الله يسترنا من الروحة. ألو أهلين، إمتى صار هالشي؟ طيب طيب أنا جاي فورا. خير شو في؟ الآلات اشتغلوا شوي وبعدين رجعوا تعطلوا، أنا لازم أكون هونيك فورا. شو بدك تروحي تساوي؟ شو رح تصلحيهم أنت يعني؟ بإيدي ما رح صلحهم، بس بوجودي أكيد بتصلحوا. يا حبيبي، وأمي؟ هلا المعمل أهم شي بالنسبة لألي. لا حول ولا قوة إلا بالله. شو حبيبي هادي؟ بتحب وصلك على البيت ولا رجعك لبيت أهلك؟ بدك تطولي بالمعمل؟ ما بعرف. ماشي. نزلني هون أنا. واقف ولا لا سيادة المديرة العامة؟ لك يا أخي أنا اللي عم لك نزلني، شبك قد التاني؟ كل شي بتسألوا المدام المدام، روح اليمين نزلني. خلص وقف نزله للأستاذ يلا. حاضر. أنا راح استناك ببيت أهلي وما راح أتحرك من هنيك لتجي، لا تطولي. حاضر. ماجدة لا تطولي، بدي أنهي الموضوع الليلة. ها إن شاء الله. إن شاء الله. يلا. إن شاء الله. سلم. اطلع بسرعة بسرعة يلا. يا رب دخيلك. اكيد هدول هن اللي رح افتح. تعال تعال وين رايح؟ لا تفتح، جهز حالي استنى شوي هيك اوجع. هلا افتح. يا لطيف شو لك حركات بلا طعمة. اهلين يا بي. اهلين. مساء الخير يا بي. اهلين. لو كيستم يا بطول. تفضل يا بي تفضل. اهلين يا بي. اهلين يا مو. اهلين حبيبتي. اهلين تقبضني. رضاكي يا مو رضاكي. الله يرضى عليك الهي وسيدي مولاي. لك يسلم لي هالتم وقت يقول هالجملة، بس اسمعها يا مو بحس كل ابواب السما انفتحت لي. شو وينها مرتك؟ ما بتتنازل تيجي تعتذر مني؟ أعوذ بالله يا مو ماجدة حسيت بغلطة وجاي تعتذر مني. ماني شايفتها معك، أرجيني ليكون مخبيها بجيب. الله عليك يا أمي على المزح. ما عم بمزح أنا. فعلا يا مو كنت أنا وماجدة جايين لعندك، وهي اللي فاتت على محل حلو واشترت لك البرازق لأنك بتحبي البرازق. وصلنا على الباب قبل ما ندق الجرس تبعكم دقوا لها بدون ياها من المعمل، فاضطرت تروح ما بتطول هلا بتجي إن شاء الله. يا مو ما بدك تدوقي البرازقات؟ شكرا ما بحب البرازق انا. على علمي بتموتي بالبرازق يا مو. كنت في يوم من الايام حب البرازق، هلا بطلت. الله يستر بلشت. Thank you.
سرسان كيفك؟ أنا؟ لك أنا طايرة طايرة من الفرح. إيه؟ إيه قابلته؟ لك سمعني كلام بياخد العقل. ما كتير. إيه؟ عيطوا كلمتين ثلاثة وانتهى الموضوع. لقيو شو يضربوني؟ ليش انتي أهلك ضربوكي؟ ايه شو ضربوكي؟ وما توجعتي؟ يا حرام. ايه وهلا شو عم تساوي؟ شو بين القتله جايبه نتيجتها، صايره عم تدرسي. ايه الله يوفقك، شوفك بكره، يلا باي. حلوة الغنية مو يا مو؟ وين ست الحسن والجمال؟ صار الساعة 10 وما شرفت حضرتها. هلا بتجي يا مو، هلا بتجي. عشنا وشفنا والله، بنات آخر زمان يضلوا لبعض انصاص الليالي برات بيتهم. لك يا مو شبك عم تحكي عنها كأنها بالكباريه؟ هي راحت على المعمل، في آلات وفي مشاكل بالمعمل، يعني بالشغل هي. شغلها أهم من بيتها. بيتها أهم من شغلها. حاضر يا مو، حاضر. يا بي، بلاها الشاي يحكي لك كلمتين. خليني ساكت أحسن، هي أنت وهي أمك، تصطفل منك إلها. هلا هذا اللي طلع معك أبي. شو بتريدني ساوي لك؟ أتقاتل أنا وأمك مشان مشكلة تكبر؟ لا لا، خليك عم تساوي شاي، شو تخلى أنت ويا أبي؟ يا مو شو رايك كم سندويشة فلافل سخنين؟ ايه مو تكرم عينك، ربع ساعة بيكون عندك أحلى سندويش. تعا وين رايح؟ خليك قاعد، بس تجي المديرة العامة حضرتها وبحضر لها أحلى عشاء، بس هي تحضر بيحضر واجبها. لا يا مو، علي ما علي لجيب فلافل، سن سنانك يا بي. لك يا حرام عليكي، طلعت الرجال مقهور ومو شايف طريقه. أنا؟ ايه أنت لكان أنا؟ ايش قلت له؟ ما قلت شيء. عواض ما تحاكي كلمتين حلوين، تسألي عن صحته، صحة مرته، صحة بنته، تبتسمي بوشه، تخففي عنه، تقولي له الغايب عذره معه. هلا مرتك بتخلص شغله وبتجي، صرتي تعاتبي وتلومي وتسمعي كلام بسم البدن وتحرضي على مرته. على قولة شو؟ النسوان آخر زمان، ما بيرجعوا لبيوتهم لبعد انصاص الليالي. لك حرام عليكي. أي حرام جلدك عن عظمة؟ في الله. ايه ماما شو عم تساوي؟ عم تدرسي ولا عم ترقصي؟ اكلتي؟ طيب حبيبتي، انا وابوكي عند بيت جدك. ايه لا تلتهي عن درسك، اذا بدك شي حاكيني. يلا الله معك. تأخرت على بيت حماي، اكيد هادي بيكون هلا قلقان علي وحماتي عم تسمعه كلام يحرجه. عجلك شوي لو سمحت. قوم افتح ولا بدك تضربي بوز قبل ما افتح؟ لك ما حاضرب بوز، قوم افتح. اكيد هادي جاب الفلافل واجا. اهلين سهلين. اهلين صباح الخير عمو، كيفك؟ شو اخبارك؟ الحمد لله. صباح الخير مرت عمي. اهلين. شو وينو هادي؟ وصل مشوار صغير وهلا بيجي. تفضل يا عمو، تفضل. شو انت؟ ايه انا اسفه كثير عمو، تاخرت غصب عني. ما قدرت اطلع من المعمل قبل ما اطمن انه الالات مشيوا. اطمنتي؟ ايه الحمد لله عمو، اطمنت الحمد لله. لك يا عيني عليك، يا هيك المديره يا بلا. تسلم يا عمو، تسلم. بس في شيء اهم من شيء. ما راح احكي شيء لحتى يجي هادي. تفضل باشا. معلش مشي الاخ. لا انت اجيت قبله. لك اخي مو فارقه، مبين هو مستعجل، انا معي وقت. تفضل. تفضل اخي. على راسي، اعطيني 10 سندويشات اذا سمحت. على راسي. حظي من السما، منيح اللي طلع هالزبون بده 10 سندويشات، معي وقت.
معلم ممكن احكي بالتليفون؟ داخلي ولا خارجي؟ لا داخلي. تفضل. وارضي طمن. مرحبا بابا. ماجد اتصلت شي؟ امتى؟ جاي فورا. معلم مشيني لي الله يرضى عليك. لا شو مشيني؟ بلش فيهم سندويشات. لك اخي اجيت قبلك انا مشيني. شو يعني اجيت قبلي؟ بلش فيهم عامل لك. شوف عمي مستعجل لا تضوجني. ايه؟ العمى كمان ها؟ خلص مشيني. يسلموا. انا جوز الست يا بويلي ويلي ويلي ويلي.